دائرة الطاعة، العبادة والطاعة، يخرج الإنسان منها بالإقامة على الذنب لا بمجرد وقوعه في الذنب. يخرج الإنسان من دائرة الطائعين المنيبين بالإقامة على الذنب لا بمجرد الوقوع في الذنب، فإن مجرد الوقوع في الذنب هذا أمر معرض له كل ابن آدم، قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. لكن الذي يخرجه من دائرة المنيبين الطائعين أن يقيم على الذنب، فإذا أقام على الذنب قارنه الشيطان، فإذا قارنه الشيطان كان عرضة لأخذ الولي الديان. أمانه أن يبقى في دائرة الطائعين، لأن الله قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم، حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. دائرة الطاعة هي أمان هذا العبد الضعيف، هذا العبد الضئيل الضعيف ذا أمانه أن يأرز إلى هذه الدائرة وأن لا يغادرها أبدا، لأنه إن غادرها تخطفته البلايا والآفات، تخطفته البلايا والآفات. فمن خرج من هذه الدائرة بالإقامة على ذنب، لذلك يعبر عنه بإيش؟ يقال فسق. تعرف فسق إيش معناه؟ فسق ذي مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من الرطبة إذا خرجت من قشرتها، يقال الرطبة إذا انسلخت من قشرتها يقال فاسقت. فاستعير هذا المعنى لمن خرج من دائرة الطاعة إلى دائرة المعصية. طيب الرطبة ذي إذا انسلخت من قشرتها صارت فاسدة، فاسدة لماذا؟ لأن ذي القشرة ذي تحميها من الآفات والعطب والتلف، هي الواقية لها، هي الدرع، خلقها الله واقية وتصلح للآكلين. لكنها إذا انسلخت من قشرتها ويشوف الآكل، بمجرد أن تقع عينه عليها ويشوفها من سلخة ياكلها، تعافها النفس لعلمه جزما أن هذه معطوبة مؤوفة لانسلاخها من قشرتها. فاستعار الشرع هذا لمن خرج من هذه الدائرة حتى يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني خارج من دائرة الإيمان، لا يستوون. يقابل بينهم كذا يقول: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهما دائرة إذا خرج من هذه صار فاسقا، صار فاسقا. إن إبليس كان من الجن فإيش؟ فساق عن أمر ربه، فإذا خرج عن أمر الله فهو فاسق، فإذا فسق كان عرضة للآفات والبليات. لذلك الله تعالى إيش يقول؟ يقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا.